شروق شمس الصباح ونهوض الجميع للكفاح سائرين على طريق النجاح متفائلين بحي على الفلاح نبدأ إذاعتنا الصباح لهذا اليوم فالعلم منارة تنير لنا الطريق ولأهل العلم والعلماء مكانة عظيمة في القرآن الكريم لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء والآن ننتقل بكم إلى أولى فقراتنا الإذاعية آيات من القرآن الكريم يتلوها علينا الطالب بالعرب الحراسي بسم الله الرحمن الرحيم أنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ننتقل بكم إلى بستان الحمد ونقطف لكم زهرة من سنة النبوية والآن مع الحديث الشريف الطالبة ماريا الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت صدق رسول الله إن من أهم النعم التي ينعم الله بها على الإنسان في الحياة نعمة الصحة وقد قيل أن الصحة تاج على رؤوس الصحة غير أن هناك كثيرا من الأمراض التي تؤثر على صحتنا نبقى الآن مع كلمة من الأمراض يلقيها الطالب أيهم موسى هيا يا أصدقائي نحارب كورونا ونحمي أنفسنا منهم أولاً نتجنب الأماكن المزدحمة ثانياً نتجنب مخالطة المصابين ثالثاً نتجنب الخروج من المنزل إلا إلى الضرورة رابعاً نتجنب لمس العينين والأنف خامساً نلتزم بغسل اليدين بماء وصابون ونعقمها دائماً ثالثاً نلتزم بلبس الكمامة خارج المنزل وفي الختام أشكركم على استماعكم وأتمنى لكم يوما سعيدا تحياتي الطالبة لبين ناصر الحراسي صف ثاني ثالث تحت إشراف الأستاذة مريم الجابرية